فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان لابسا لثوب ويظهر من تحته بعض أجزاء الجسم كالفخذين والكتفين، فهل صلاته صحيحة؟ يعني يظهر لضيق الثوب ولا يظهر لشفافة الثوب؟ كلهم ما يجوز، لا يلبس ضيق يبين أحجام جسمه، ولا يلبس شفافا لا يستر البشرة. نعم، يلبس ثوبا ضافيا ساترا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.